أهلا بكم مرة أخرى. الفن رسالة، إذا لم يستشعر الفنان قيمة فنه وتأثيره في زيادة الوعي المجتمعي والتنوير ومناقشة القضايا والمشاكل ومحاولة إيجاد حلول ليها، بيفقد قيمته وبيخسر أحيانا موهبته. مين السبب؟ أغنية لزاب ثروت ومنة حسين، الأغنية ذات رسالة مضمونها مواجهة التحرش ومقاومته وتصوير المعاناة اليومية للفتاة المصرية وما تواجهه من مضايقات. الأغنية حصدت خلال عدة أيام قليلة جدا ما يقارب 500,000 مشاهدة على يوتيوب. أرحب بالفنان زاب ثروت، أهلا بك. أهلا وسهلا بك. أيام قليلة جدا بس الناس شافت الأغنية دي بشكل كبير قوي، هنرجع نتكلم عنها بس نسمع جزء منها. كنت فاكر السعادة حاجة متحددة، بنت حلوة شكل هادي ركبت من ابو الفدا، المشكلة ان الصوت يا معكر الهدوء، والشباب في الزحمة قاموا لما شافوا البنت زوق، قالوا هيلا بيلا صيدة يلا بينا نبتدي، مهما كان الفعل جارح هي مش هتشتكي، المحترم اللي فيهم شارك بس بالكلام، مع ان كلامه جارح بس زايد والسلام، موقف مهين اصل كل الناس ساكتين، اللي شايف واللي سامع واللي راكب من الحسين، قاعد طول السكة ساكت شارك بس بالعينين، شيء يحزن حاجة تقرف ان كل الخلق عادي، اللي عامل فيها سارح واللي بيسمع للمنادي كله عادي، لو حيبقى حد راضي كله راضي ان الغدر يبقى عادي، ويترمي حمل العتاب على البنات وعلى الاهالي، ليه بنرضى ومش بننطق؟ هو ده دايما سؤالي. وسط كل اللي بيت حكاية متحكتش ليك وشوف، وسط كل بيت حبيبة شايفة بكرة كل خوف، مين السبب لو في يوم الغدر طال كل البيوت، مين السبب لما الحبيبة تصرخ ان مفيش حلول مفيش حلول. كنت فاكر السعادة حاجة متحددة، نفس البنت تاني يوم ركبت من ابو الفدا، خط زحمة كوام ولحمة اكشن عيدة وقصة تاني، بابتسامة صفرة بادئ قال يقول كلام اغاني، اه يا حلو يا اللي واقف يلا بينا ولا ايه، من البداية البنت صارت هو ده، يبقى اسمه ايه هو ايه، مفيش شهامة ابعد عني عايز ايه، صوتها يعلى ومن بجحته رد كان الصوت صوتين، قال لها ما جيتش جنبي كله شايف ايدي فين، الامل عمال بيضعف ان حد يقوم يساعد، واضح ان الكل ساكت على المشاكل كله باعد، قالت عيب على الشناب وعلى الدهون اللي موجودة، فين النبل يا جدع فين النخوة والرجولة، قابل كل قام وشاخب السطولة اللسان، زعلوا منها لما سمعوا صوت الحق في الودان، زعلوا منها لما سمعوا. حلوة قوي. شكرا. وحلوة لأنها مش لأنها بتقول حاجة حلوة بس لأنها بتقول حاجة واقعية جدا للأسف بتحصل كتير. منين جات لك الفكرة؟ هي الفكرة الأغنية قديمة شوية، الأغنية دي مكتوبة من سنتين. الفكرة جات لي من الأحداث اللي بتحصل، الموضوع مش يعني مش من دلوقتي خالص، هو بس الإعلام مؤخرا قرر إن هو يركز شوية مع الموضوع. بس هو الموضوع قديم، قرر إنه أخيرا يتكلم عنه. يعني كانوا في الأول بيتكلموا، والمشكلة إن هم لما ابتدوا يتكلموا عنه بيتكلموا عنه كظاهرة، كأنه مثلا موجة حر بتضرب مصر، يعني لا دي مش ظاهرة، دي بقت يعني حاجة أساسية متوغلة جدا في 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 وجدان ونفوس شباب كتير من مصر، وبيبتدوا يدوها للجيل اللي جاي صغير كمان، الولاد عندها 10 سنين و12 سنة دلوقتي، وبيعملوا حاجات هم مش فاهمين هم بيعملوها ليه، هي مش بتفيدهم من جواهم ولا حاجة ولا رغبة ولا حي يعني في هدف جواه، لا ده هو الولد بقى بيقلد، فالموضوع ابتدى يتوارث اصلا ولسه بيتكلموا عنه كظاهرة. بس عادة الناس لما بتتكلم على موضوع التحرش بتتكلم على هو ليه بيتحرش ومش عارف ايه وكده، انت ركزت على حاجة تانية هي اللي فعلا تثير التساؤل في الشارع المصري، انه مين السبب؟ صحيح. وليه الناس بتبص وما بتعملش ردة فعل؟ انا هقولك على حاجة، هو انا كنت لما جيت اكتب الاغنية اللي فكرت فيه ساعتها، ان احنا لما بنيجي نتكلم عن التحرش على طول بنتكلم عن المتحرش. المتحرش مش هيتفرج على العربية الحدث ولا هيقعد على الفيسبوك ولا هيسمع الأغنية دي، فكنت مبسوط قوي ان في ناس بتحاول تعمل حملات ضد التحرش، بس المشكلة ان هم كانوا بيبينوا قد ايه كرههم للمتحرش بس على الانترنت، هو مش قاعد على الانترنت اصلا. يعني هو مش سامعك ومش عارف انت بتتكلم عن ايه، وانت بتهاجمه ولو سمعك هو مش مهتم، وانت بتهاجمه في حتة هو اصلا مش موجود فيها. طب ما احنا نبتدي نوعي الناس اللي قاعدين في الحتة اللي احنا قادرين نوصل لها اللي هو الانترنت على الاقل في البداية، نبتدي نوعيهم بطريقة تانية، نقول لهم انت السبب لو بقيت بتشوف ده وتسكت.
إذا كان بقى من ركاب المواصلات ولا من الأم. يعني إذا كانت البنت نفسها تكلمت الناس صحيح. ما بتحاولش حتى تدافع عنها. ما هي الفكرة إن إحنا هو ده بقى اللي بنقوله للناس عيب يعني ده اللي بنحاول نوعيه في الناس. تفضل. كويس. الراب وانت بتكتب الكلمات انت مش بس بتتكلم عن مشكلة في الشارع المصري، انت كمان بتستخدم لغة الشارع المصري. صحيح. وبتعمل ده في كل اغانيك، بتعمله ازاي وبتحطه في راب يعني؟ اقول لك على حاجة، هو ما عرفش، هو الكتابة بحس ان هي ملهاش طريقة، هو انا ببقى حاسس ده وبيجي كلام ورا بعضه يعني. ممكن الكورس انا اللي كاتبه برضو، الكورس وانا بكتبه كنت قاعد عادي، كنت مع امير عيد، وامير عيد بيصور حاجة وانا قاعد مستنيه، فرحت مدور على ورقه. انا فاكر كان هو بيشاور حاجه، ورحت سال حد قلت له ممكن ورقه، ورحت قعدت اكتب في الكلام. لقيت الكلام جه اللي هو ايه، مين السبب لو في يوم الغدر طال كل البيوت، والجزء ده ما اعرفش، بحس ان الموضوع مش عارف هو بيتعمل ازاي والله، بس ببقى حاسس الكلام فبكتبه زي ما هو. طيب احنا دخلنا على طول في الصميم، خلينا نرجع شويه ورا ونتكلم. فضل. على تحب الاول اقول لك احمد ثروت ولا زفرك؟ انت بتحب ايه؟ الاثنين. طب وليه اخترت زاب ثروت؟ يعني جت منين؟ هي جت من واحد صاحبي كان بهزار خالص، قال لي في واحد في الفيلم ده شبهك، وريني الفيلم طلع بشبهي خالص الراجل، وفيلم رعب اصلا، والراجل اتقتل في الفيلم، حاجه مأساة كده. فقال لي طب ما تكتب النيك نيم ده لما نيجي بعد كده نلعب فيديو جيمز وكده عشان يبقى حاجه متميزه، كنا صغيرين يعني وبس، فكتبته بعد كده الناس بقت بتناديني بيه. طيب ده الاسم. الدراسة والخلفية، يعني أنت في كلية هندسة. صحيح. لكن ما خلصتش كلية هندسة على طول كده بتقولي كده على الهواء ليه كده؟ هو أنا وقفت آخر سنة علشان ركزت في المزيكا أكتر وركزت في الكتابة أكتر، ومؤخرا بقى بفكر أدرس حاجة جديدة بقى خلاص، اللي هو الطيران يعني إن شاء الله. بس أنت مش هتغير ميجر، أنت بس لا لا هتروح لا لا بس لا لا أصلا ممكن أدروب خالص بقى موضوع الهندسة ده. تدروبت خالص؟ ايه المشكله؟ ما انت في اخر سنه. بس هل ان انت تسيبه ده علشان انت مش عايز تكمل في اي حاجه غير الراب؟ هو بالنسبه لي انا عايز اقول لك على حاجه، هو مساله شخصيه قوي المساله دي. طب خلاص بس ممكن اقول لك بسهوله. هو بس كل وقت قدامك ممكن تستثمره في الحاجه اللي انت بتحبها اكتر. بلاش بقى اصل دي شهاده اللي هتعلقها في الصاله، واللي هتعلقها فوق مكتبك، واللي هتعمل بيها كذا. انت هتعلق الصوره، ممكن تشيل الشهاده دي وتعلق صوره ليك وانت فوق جبل، عشان ده اللي كان نفسك تعمله، كان نفسك تطلع فوق الجبل ده. فعلق الصوره اللي انت عايز تعلقها، علق الشهاده اللي انت عايز تعلقها، مش اللي لازم تعلقها بس. تمام. نسمع ايه بقى؟ في حاجه اسمها احنا جيل وانتوا جيل. بس هي من غير مزيكا خالص، هي كلام بس. اوكي. بتقول حدود الفكر والتفكير في الحقيقة ملكي، بس ملكي مش مساعد إن حدودي تكفي، تسند ضعف عزمي والأصل حلمي تحمي، ففضلت عافر في صمتي أبني في حيطان مدينتي، بس يأسي من عالمكو خنجر كان في صدري، جرح بكرة المضمون من ساعات اليأس، خل أملي في الحياة طاقة كانت بالعكس، تكشف كل سلب وتسلب كل حق، تعفي نفسي من نضال والصراخ بلأ، اختياري لاختياركو وعد واتفاق، اني امضي على الضمانه واحلف بالولاء، اسف مش هساعد اكون لحلمي باعد، اقتل كل شاهد كان للثوره واعد، الخروج عن المضمون فكره مش مالوفه، والمالوف للعقول فكره كانت موصوفه، تحجم كل جامح تربط كل حي، تمحي من قاموس حياتك ان بكره جاي غصب عني لو هتكون معايا، كذبه واضحه من البدايه وعايشه للنهايه، انت عكس فعلي انت كل ماضي، انت راضي الحقوق تضيع وتبقى عادي، فرق العمر والتفكير بين الجيل الحر، زي حبك للحياة واختيار المر، احنا جيل يحاول احنا جيل يغير، وانتو جيل في الحرية عمره كان قصير، سرق الامل منا واللي بيشكي يموت، كده او كده ميت فاصرخ بعلو الصوت، كل الشوارع لينا والثورة للثوار، والحر لو يسكت يبقى ملاه العار، طال الفرق بينا احنا بينا شق، جيل بيرفض السكوت الخلاصة لأ، لأ لكل صمت، لأ لكل خوف، لأ بتلعن اختيارك وتنكر الظروف، لأ تصبر اللي خايف حتى نصبره طال، لأ تكسر الحصون حتى لو جبال، ساقط رغم حجمك مهما انك تكون، احنا نور الحقيقة في عتمة الظنون، احنا نور الحقيقة في عتمة الظنون. جميلة جدا. سي شكرا. كتبتها امتى؟ كتبتها من 3 شهور 4 شهور كده بالظبط. اوكي.
هي انا متضايق من حاجات كتير من اختيار الجيل اللي قبلينا بصراحه، وشايف ان هو مش مدينا الحريه ان هو اقول رايي او اسمعني او ناقشني. وده بلاش تتكلم عن الجيل اللي فات ده عشان هو اصلا مش طايق الشباب دلوقتي. ماشي، ما هو خلاص ما دام كده مش طايق، انا مش بهاجمه، هي دي المشكله ان هم فاكرين ان احنا لما بنعمل كده بنهاجمهم. انا عايزك تسمعني فانت مش طايق تسمعني اصلا. طب ما دي اول حاجه، ده تعدي على حريتي. انا سمعتك يوم 25 يناير. لا ما انت هتفضل تسمعني، ما انا اللي قاعد ان شاء الله لحد بكره، يا ربنا يديهم طول العمر وكل حاجه، بس المستقبل للشباب، فلو ما حدش بيسمعهم مين اللي هيسمعهم؟ لما بتشوف الـ يعني اعداد الناس اللي بتشوفك على يوتيوب في حاجات زي مين السبب، بتحس انه بدات الناس في الشارع المصري يعني تحب الراب، تسمع راب اكتر؟ لانه ما اعتقدش انه قبل ثوره 25 يناير كان في اقبال قوي كده على الراب. هو كان في رابرز من زمان في مصر بيعملوا مزيكا حلوه جدا وبادئين من قبل الثوره، عشان ما ننسبش كل حاجه بس ظهروا اكتر. هو هي بس النوع يعني ده من الفن، هي لما هي جت موجه قويه جدا من الانفتاح على حاجات كتير زي المزيكا الروك. ما كانش حد بيسمع روك في مصر، الناس دلوقتي بتسمع روك وبتقف تسمع سولو جيتار دقيقه ونص بس، هي الفكره ما كانش بيسمع، فهو فجاه بقى ايه ده، اكتشف ان في حاجات تانية. وكانت موجه جامده جدا قبل الثوره، كان 13 مليون واحد بيستخدموا الانترنت في مصر، بعد الثوره بسنه او اقل من سنه وصل 30 مليون. الناس بقت عايز تخش تعرف ايه اللي جوه. كانت القنوات الاخباريه بتاخد الخبر بتاعها من على تويتر، تقول صرح فلان الفلاني على الاكونت الخاص بتاعه. فدي دي 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 كانت طفره بالنسبه للناس. الناس قاعده في البيت بتتفرج على واحد بيقول صرح على تويتر وهو ما يعرفش هو ايه. فواحده واحده ابتدى ايه ده، طب ما اسمع ده، طب ما اقرا ده، طب ما اشوف دول بيمثلوا. في ناس بتمثل على الانترنت دلوقتي، صحيح، تعمل برامج وافلام وكل حاجه. بس يوسف بدا على الانترنت على يوتيوب، صحيح. طيب انت مش بس بتكتب اغانيك وبتغني راب، انت كمان بتكتب يعني ليك كتب تانية. نسيتهم بره، دي مشكله. ممكن تكلمنا عنهم؟ صحيح، في ديوان السلام ده بيتكلم عن حاجات روحانيه جدا، 30 حاجه صغيره كده شعريه بسيطه. وفي ديوان اجنده ده بحبه جدا لان في حاجات كتير قوي من الثوره مكتوبه فيه. ده اول حاجه اتطبعت. وفي بقى اخر حاجه كتاب اسمه 7 ايام، هو نوع من انواع الادب اسمه ادب اعترافات، بيتكلم على 7 ايام ما كانش حد يعرف عنهم اي حاجه في حياتي، مش على اساس ان انا السندباد البحري ولا اي حاجه ولا عامل حاجات جامده، لا، بس على اساس ان 7 ايام دول ممكن من الناس الشباب صغارين اللي هم من اول 13 لحد مثلا 19 20 سنه ممكن ياخدوا ويتعلموا منهم حاجه. انا هنا غلط، ما تعملش بقى زيي بقى، خليك احسن مني يعني. انا قدامي دقيقه عايز اعرف فيها هو امتى طالب الهندسه اكتشف ان هو بيكتب اكتشف بيرق. متاخر، بعد حوالي 3 سنين في هندسه. ممكن اقول حاجه اخيره؟ اتفضل. انا عايز اشكر كل الناس اللي شاركت في مين السبب. كريم شعبان، عبد الرحمن الجرواني من فريق عمل اكسير، والامم المتحده للمراه في مصر لان هم اللي ساعدونا وهم اللي انتجوا الكليب، وشريف مصطفى اللي عامل المزيكا، ومنى حسين المغنيه، وكل الناس اللي شاركت عشان هم مش موجودين لازم اشكرهم، لان من غيرهم ما كانش العمل طلع بالصوره الجميله دي. شكرا جدا ليك على الاستضافه. لا احنا اللي بنشكرك، شكرا جزيلا على وجودك معانا النهارده. بشكرك شكرا جزيلا لزاب ثروت الرافر. اشكرك، شكرا جزيلا.